سايب تليفونه مفتوح واحنا بنشتغل يا اساتذه. مفيش يا فندم، كل تليفوناتنا مقفوله. امال ايه اللي انا سامعه ده؟ الو؟ لا انا مش هاني. هاني مين؟ انا لقيت التليفون ده في الشارع. ايوه انا اسمي سميده. لا احنا ما ناخدش حاجه حرام. قولوا لنا انتوا فين واحنا نجيبهم لكم لحد عندكم. ايوه امال قول العنوان. عارف. ايوه على اليمين؟ ايوه عارفه. مع السلامة. ده يا جماعة مش قادر استحمل. ايه ده يا اسود؟ ايه اللي انتوا شايلينه ده؟ بقول لكم ايه؟ احنا قلبنا الأوضة على العدد ما لقيناهوش، قلنا نجيبه بنفسه يقول لنا بقى فين العدد. هو مين ده؟ احنا لسه سايبينه في الأوتيل. سايبينه في الأوتيل؟ يا نهار اسود، امال مين ده؟ يعني هو طالع بدورين ولا ايه؟ اي حرام عليكم حرام عليكم، سيبوا نعيش. عيش فينه؟ بطلوا ضرب فيا. جدول ضرب ولا جدول الحصص؟ تن 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 تن. ده الخليل كوميدي. طبعا انا الفانز بتوعك. شكرا ميرسي. هيسيبوه على عيب. خليل كوميدي واكل الجو. الجو بيضحك اكتر من الجو. عسل عسل عسل. يا جماعه معلش، هو ايه البتاع ده؟ ده الخليل كوميدي مشهور جدا، مش عارف ليه. وايه اللي خلاكوا تختفوا الخليل ده؟ ما هو ده اللي كان موجود في الاوضه. يا جماعة دي قطي أنا، قطي ولا قطتي؟ تن 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 تن. الحمد لله. يا جماعة في مصيبة كبيرة، الراجل ده عارف شكلنا، لو سيبناه هيبلغ عننا، لو قعدناه هيشلنا ويطلع عين أهلنا. لا لا، ده احنا هنسهر للصبح، ده هيضحكنا هيضحكنا. أنا ممكن أضحكوا وأقول لكم فوازير. يلا. ممكن أقول لك فزورة. حلوة يا صغيرة. ها عارف إن حلتها؟ خدت وزتها. حبيبي. قول لي ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ تخيل معايا ليه؟ ليه خلوه؟ عشان الدكتور ما عندوش بينج بونج، بينج بونج وبلياردو. تن 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 تن. مش قادر. عسل عسل. ولا اقول لك نكته حلوه كمان. بصي، مره واحد اشترى قلمين، واحد يكتب بي والتاني يكتب سي. تن تن تن. اي خليل. اي قلبي قلبي. اي ليه قتلنا الخليل؟ علشان دمه تقيل. تترارارا تتت كده. قتلتوا البسمة، قتلتوا الضحك، أنا بحبه جدا. بس بقى متقلقوش متقلقوش، أنا هكلم حد دلوقتي يخلصنا من جثته. إيه ده؟ موبايلي فين؟ تليفونك وقع منك في الشارع يا هلهطة، وفي راجل قال إنه هيجيبهولي، متقلقش. شارع إيه؟ أنا نسيت التليفون في الأوتيل. إيه؟ أمال مين الراجل ده وقال لي كده ليه؟ خرب بيتك، دول أكيد البوليس. حارس والبوليس؟ أنت قلت له هيقابلك فين؟ قلت لهم العنوان وزمانهم جايين على هنا. طب يلا نهرب بسرعة. لا يلا. لا نهرب ايه يا جماعه؟ مش هسيب الخليل كوميدي. حبيتيه صح؟ حبيته قوي. ايوه شفته بيضحك. خلوني معاه. خلوني. يلا بسرعه. خرافي على وشي. اجري. لو حد سألك ها قولي له إن خالتي ماشي. من عينيا يا روحي. لا بالراحة عليا. إيه دي والنبي، هو هاني ما وصلكيش عليا ولا إيه؟ ها؟ بالراحة عليا، ده أنا متلصق. حاضر. اتفضلي اتفضلي. حاضر كده؟ اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خشي خشي. طلعي لنا البريلو وحمري لنا الناجتس ماشي؟ أنت واضح عليك إن أنت شقي قوي. لا ده في همبرجر لسه، أنا هبهدلك. والمصحف ما عارف مين ده. بقول لك ايه، انتوا كام واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني اهو من الاول. يا ست انا لوحدي بس، انا ده جثه وانا اللي قدامك، انا ما اعرفش مين ده. لا لا يا عيني، هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. افتح لي بقى الجروب يا اخويا. مين؟ بوليس. يا نهار اسود. يا نهار اسود. اختفي هنا بوليس. حاضر حاضر. بقول لك بوليس. ايوه افتح، انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم، اهلا وسهلا. افتح.
معلش يا فندم، بس بغير، بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات يا فندم. معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير؟ ما تفرجش على فوازير؟ لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي دي؟ انا شريف يا فندم، معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن نيابه، بس بعد اذنك. انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. هتتعبنا. ايوه اتفضل. ده مني مطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل، ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ايه ده؟ مين ده ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم ما اعرفه. دي انا لسه هموت واتعرف عليها، بس حضرتك ما ادتناش فرصه. دي اللي انت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. انا ما لحقتش يا فندم، احنا واقفين بقدومنا اهو. ايه ده؟ ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد اذنك هتفضل معاك، بس ممكن اطلع على بس ربع ساعه وانزل لك على طول. ربع ساعه؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط. ده بس هو السلم اللي طويل، انا هطلع ابصها وانزل على طول، بس بعد اذنك انا تعبان. اخس عليك، ده انا كنت هاخدك مثل اعلى ليا. طب عشان السلم ده انا هسيب لك ده واخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم، تسيب لي ده ليه؟ اي انا خله في الملافله. تن ترارارن تن تن. ممكن كفايه شرب بقى وطلبات، عشان معناش فلوس. لو طلبنا سكر مش هندفع. اطلبوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه. فيها يا مسيف نبقى نجري، ما فيهاش حاجه. ملك يا نيلي، ما خلاص خلصنا. انا عمري ما هسامحك يا شريهان، حتى لو لقينا الفلوس وكل ده اتمسح من حياتنا. I will never forgive you. ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع؟ مقشطين ايه بس؟ قسما بالله شكلك بالعبايه السمر سكسي بكتير عن شكلك العادي. والله شكلك يلوح المول كده، ده انا خايفه الواد هاني يبص لك. حلو تيدي شكلها بتبيع دره. بسم الله عليك يا عم هاري بوتر. اقسم بالله يا ست الكل، انت لو فتحتي البلوتوث دلوقتي هتلاقي الشغل كده. اخرس انت يا هاني خالص، انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. رايح تجيب لنفسك بدله وسيجار ب 800 جنيه، واحنا التلاته جايب لنا لبس ب 100 جنيه. على فكره البدله دي ب 50 جنيه، الراجل قال لي السيجار عليه عرض ب 750، فما قدرتش اقاوم العرض. انت تعرف تشربه اصلا؟ اشربه ايه، هو مش استحلاب؟ بس بقى يا هاني، بس عشان مستقبلنا ضاع. وشريف زمانه اتحبس. والمجله مع عم دهب. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نسلم نفسنا. نسلم نفسنا ازاي يعني؟ هو هنتحبس وكمان مش هناخد الفلوس. بقولك ايه؟ احنا نطلع على عم دهب في مكتبه وناخد المجلة. يا سلام، وعم دهب ده هيدينا المجلة بالسهل. يا بنت عم دهب ده لو شافنا هيودينا للبوليس على طول. اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب. عصابة النجوم كما اطلق عليها في الشارع المصري، نيلي وشريهان واتباعهم. اتباعهم؟ هما ما قالوش اسامينا ليه واحنا مش قد المقام؟ هو ايه الصوره اللي حاطينها لي دي؟ انا عندي صور احلى من كده بكتير. صوره تقرف الكلب. صدقي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعبايه كانت تبهرك كده، تبهرك. شريهان انت بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفه، هو انا لما البس العبايه غصب عني بتكلم كده وتلاقيني بعمل كده؟ اوكي. من اخطر واعتى المجرمون، وتبحث عنهم الشرطه بضراوه. وضعت مكافاه لكل من يعثر عليهم أو يدلي بمعلومة عنهم، وقدرها 50,000 جنيها مصريا. ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة؟ لا لا يا جماعة، في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ أنا لا يمكن أبلغ عنكم أبدا. تبلغ عنك؟ يبقى أنت حاطط في دماغك اللي أنت تبلغ. لا لا، انتوا اللي دماغكم قذرة على فكرة. هو 50,000 علينا كلنا ولا على الراس الواحدة 50,000؟ شفتوا؟ مجرد سؤال على فكرة. خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصرية مع ضحايا المجرمين. لا أنا نجيت من الموت بأعجوبة، بأعجوبة بجد. والبنات دول أول ما اتكلمت معاهم عرفت إن فيهم حاجة مش طبيعية بجد. وأنا أحب أولا أشكر جمهوري العزيز طبعا اللي بيطمن عليا، وأحب أوصل رسالة للبنات دول. أنتوا عايزين إيه من الفنانين؟ عايزين مننا إيه؟ عشان إحنا الحيطة المايلة يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش هنبطل نغني، مش هنبطل نمثل. لا، مهما خوفتونا ومهما ارهبتونا مش هتكتموا صوتنا. ها ايه الاوفر ده؟ طب عليا الطلاق لخطفها. انا هقول لكم على اللي حصل بالظبط. انا شفت الموت بعينيا، كنت داخل الاوضه فجاه اغمى عليا، فجاه رحت لقيت العصابه الخطيره. خطيره ولا فطيره؟ تن ترارارن
تن تن. ومعانا دلوقتي لقاء مع والد احد افراد العصابه من داخل المحبسه. وكمان بابي، انا من خلال برنامجكم بناشد بنتي نيلي. والله وحشتيني قوي يا نيلي. لا بجد ريلي وحشتيني قوي يا نيلي. عايز اقول لك حاجه يا نيلي، سامحيني يا بنتي، بس واضح ان الميول العدوانيه تجاه الفنانين عندك من زمان قوي ومتاصله. افكرك؟ لا اسمحي لي افكر. نيلي من فضلك ما تقاطعنيش. فاكره في حفله عيد ميلادك لما جبت لك الاستاذ سمير اسكندراني وولعتي له في الدوغلاس؟ ينفع وبيغني اغنيته الجميله يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا؟ يا جماعه بابي فاهم غلط، انا ما عملتش كده، هو الراجل كان بيطفي معايا الشمع فلما وطى كده النار مسكت فيه. ايوه اكيد كان بيغني يا نخلتين في العلالي يا بلحهم، قام اتحرق وابو لا بلحهم. معرفش، مش فاكره انهي اغنيه بالظبط. نيلي يا بنتي، الهرب لا يفيد، وانا احسن مثال قدامك. حاولت الهرب كتير وفي الاخر ما تقفش. نيلي الجريمه لا تفيد. وحشتيني. يا جماعه يلا نمشي من هنا بسرعه، الناس ابتدت تشوفنا وتشك فينا. هنروح فين؟ ما كل حته هنروح هتبقى مترقبه. بالظبط، وما تنسوش ان الناس دلوقتي بقت عارفه شكلنا، يعني اي حد هيشوفنا هيسلمنا على طول. دول 50,000 جنيه. انت مثبت ليه في 50,000 جنيه يا هاني؟ النفس ضعيفه قوي.